قدم لي الاوراق. جت ما جت بالعنه، ماني برايحه انا. شو والله سعود مسطح عندها، سعودي سطح في روسيا، جت على ذي. تزقون بجوي، انا ما اروح عند حد. اللي انا ارسل لهم ناس انا اعرفهم، ابي العب معهم، انا اعرفهم، امون عليهم، يضحكوني وكذا. عشان والله سعود سطح عندها ارسلي لها. واذا سعود سطح عندها، واذا يعني ما فهمت. دي زعول زعولو. تبي الله لا يهينها، هي ترسل لي تلعب معي. انا ساعة لكم، روحي لها روحي لها روحي. اوكي رحت لها، ايش بتسوي؟ بتدخلني الجنة؟ ما فهمت. بوته ما تعرف، حتى انا كنت بوته ما اعرف، تعلمت مع الوقت تتعلم. سعود وكيلها، الله لا يهينها وكيلها. صح انه معي فكرة، معي فكرة، بس يشرح لها عاد. فيديو اي شيء صور. اي والله انا بحصل تحديد، قاعد تجيني، قاعد ارفضها، قاعد ارفضها. ما بي ما بي اتحدى، ابي يعني اسولف. يا ربي مبروك، خير يا رجاله، مبروك. شنو طلبك من وقت الشاي؟ ريد بول مع فراولة. من وين انت؟ خبر نوري. بشويش على روحك تنفك العمليات، قلبك بتعلق في عملياتي. بتموت 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 انت على عملياتي. دوها الدواء، تبي اي صورة بس يبينها وين مسوي عملية، وين ما شنو، بتموت عليها. ايش ليش تبين تطلع؟ مين قال بطلع؟ ترى ذبحتوني، ما امزح. ان امس وقبل امس بس يعني اللي عندي، بس سوني هالسؤال، انت بتطلعين من العائلة؟ انت من انت مسوي؟ ماني مسوي عائلة ولا بطلع. مين مؤلف؟ ما فهمت مين مؤلف السوالف. سعود ايه، انا اقول في داق علي امس يقول لي، تدرون توني استوعب. يعني هو قالها بصدق بمزح، انتوا ليش مشيتوا في معاه؟ يعني نبغى على طول صدقتوه؟ يا ربي ارحب حسين، ارحب نجم. اي أيوة والله. لا لا يستهبل، ما راح اطلع. سعادتك عند باباتك ينقطع لهم حليب، وجاهم جنون البقر. ما ودي اقول لك جنون البقر جاهم من مين، لان انا ماني من النوع اللي احب ارد الموضوع في عظمك عدل. انا انسانة محترمة كذا، بس زي ما يقولون اقصى طموح العنز علفها. فانت عنز، فعبالك ان الكل زيك يعني. بس يلا معلش، ان
شاء الله بعدين تصير بني آدم ويصير أسلوبك في الحوار أرقى من كذا.